مجلس النواب رفض طلبات رفع الحصانة يوم اللي اتقدمت، لم يأذن برفع الحصانة عن 3 من النواب اللي هما الدكتور حسين محمد أحمد عيسى رئيس جامعة عين شمس من النواب المعينين، والنائب محمد بدوي محمد دسوقي النائب عن دائرة الجيزة، والنائب عبد الرحيم علي محمد النائب عن دائرة الدقي والعجوزة. الرفض ده جاء اتفاقا مع تقرير هيئة مكتب المجلس اللي انتهى إلى الرفض لعدم توافر الشروط لرفع الحصانة في الطلب المقدم. والكلام كان بيقول بأنه هذا يعني هذه الطلبات برفع الحصانة جاءت من مواطنين عاديين، لذلك لم يكن أو لم تتوفر هذه الشروط لرفع الحصانة عنهم.